السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن الآن على مشارف الحدود الأوكرانية البولندية، ونشاهد أيضا حركة مرور النازحين الأوكران وأيضا النازحين الذي تبنتها المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان أوكرانيا العراق مع خلية الأزمة التي تأسست من قبل المركز الأوكراني للتواصل والحوار التابعة لرئاسة الحكومة الأوكرانية. نحن لا نبعد إلا بضعة أمتار عن الحدود الأوكرانية. ما نشاهده هناك نزوح عالي جدا في هذا المنفذ الحدودي، وهو يعتبر أحدى المنافذ الخدمية التي تربط ما بين الأراضي الأوكرانية والأراضي البولندية. أيضا للتنويه الأكثر بأنه ما كان استفساركم حول كيف هي الأوضاع الموجودة حاليا في الأراضي الأوكرانية. طبعا ونحن نشهد اليوم الثالث على الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، ومحاولات كر وفر وهجمات مستمرة للدخول إلى المدن أو مدينة كييف العاصمة التي تعتبر هي مركز دولة أوكرانيا والتي تحتوي أيضا على الرئاسات. يوم أمس رصدت المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان أوكرانيا الكثير من الهجمات الصاروخية، حيث كانت يوم أمس يوم دامي بالنسبة لسكان مدينة كييف، حيث لم تنطفئ صفارات الإنذار حتى الساعة 5 صباحا والسادسة صباحا، واستمرت بعد ذلك إلى المدفعيات. كان هناك أيضا محاولات للدخول القوات الروسية من عدة محاور، حيث تم حسب آخر استطلاعات المنظمة والمتواجدة بالقرب من المكتب الرئاسي بأنه تمكن بعض من القوات الروسية من محاصرة 5 محاور لمدينة كييف العاصمة. حتى هذه اللحظة نؤكد لكم بأن الرئيس الأوكراني، الحكومة الأوكرانية، عمدة كييف، الكل هم حاضرون في وسط المدينة، وأن السيد فلاديمير زيلينسكي رئيس الدولة الأوكرانية وهو مسؤول العمليات العسكرية، وهو قائد أحدى الكتائب الهجومية الدفاعية على أحدى المحاور في مدينة كييف، وهو أيضا يقوم بالتجوال من بين محور إلى آخر. تمكنت أيضا يوم أمس القوات الأوكرانية، متمثل أيضا باستخبارات الجيش الأوكراني، بإلقاء القبض على أكثر من شخص وهو مهرب أو مخرب عذرا، يقوم بالتآمر والاستخبار مع الجيش الروسي. أيضا قد نوه في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي قبل 3 أيام من اليوم بأن هناك سوف يكون وجود مخربين سوف يحاولون التواطؤ مع القوات الروسية ليتمكنوا من الاجتياح الأسرع. أيضا هناك مقاومة كبيرة في هذا المكان، ونحن في قرية تدعى فلاديمير، وهي قرية حدودية مع الأراضي البولندية، حيث نشاهد أين تقع الآن قوافل المركبات، وهي هاي القوافل المنشآت هي تابعة للمنظمة، حيث قمنا بإجلاء آخر وجبة لدينا إلى الأراضي البولندية. أؤكد لكم بأن هذه المدينة أيضا يوم أمس شهدت عمليات عسكرية حادة من هجمات صاروخية، وأيضا كانت ليلة مرعبة على كل شخص كان ينتظر وصوله إلى الأراضي البولندية أو يحاول الانتظار للوصول إلى الأراضي البولندية. يوم أمس شهدت حوالي أكثر من 6 قذائف سقطت بالمناطق المجاورة من الحدود البولندية، وهي التي لا تبعد أكثر من 30 كيلومتر عن الحدود البولندية، حيث دوت صافرات الإنذار، وأيضا تحليق كان
جوي من قبل الطيران المعادي في هذه المدينة. وجود النازحين هم فقط من النساء والأطفال، كونا لأنه المواطن الأوكراني والمقيم الدائمي في أوكرانيا غير مسموح له بالسفر حسب ادعاء حرس الحدود، لكون البلد تشهد حالة انذار وتعبئة عامة، لذا لا يسمح للمواطنين من الأصول الأوكرانية العبور إلى الجانب الأوروبي، وهم يجب عليهم الالتحاق للخدمة العسكرية. طبقت أحكام العرفية رسميا في الأراضي الأوكرانية منذ اليوم الثالث على التوالي، ونحن ننتظر متى تنتهي هذه العملية، أو هل سوف يكون هناك تسوية دبلوماسية لفض هذا الصراع الدائر. لا نعلم حقيقة. نحن كمنظمة احنا نهتم فقط بالشؤون الإنسانية، وليس هدفنا الشأن السياسي، ولكن هذا الشيء يبقى بيد الحكومة الأوكرانية وبيد الوسطاء وبيد الغزاة. تحية طيبة من مدينة فلاديمير قرب الحدود.